في حد بيسلم حضرتك من اليمن، جاي لنا المسج دي من اليمن، بيقول لحضرتك السلام عليكم، كيفك يا دكتور؟ انا اعاني من عدم استمرار الجماع لاكثر من دقيقه، فبيقول لحضرتك حضرتك شايف ايه الازمه او ايه المشكله، ومش كاتب ولا سن برضو ولا اي حاجه. برضو السؤال مش كامل، مش موضح اذا كان سنه كام، ومش موضح المشكله دي تعديلها كام سنه. مش موضح لان القذف السريع او القذف المبكر او القذف اللي بيحصل قبل اتمام العلاقه الزوجيه وقبل الوصول الى النشوه او الاستمتاع الكامل للزوجين، للزوج والزوجه، دي مشكله ممكن تكون مشكله اوليه، يعني تحدث من بدايه العلاقه الزوجيه، من بدايه الزواج. يعني بتبقى طول العمر، وممكن تبقى حاجه طارئه، يعني حاجه ثانويه، يعني حاجه حدثت بعد فتره، فدي غالبا بيبقى ليها اسباب. النوع الثانوي دوت بيبقى ليه اسباب، قد تكون التهابات او تكون اي برضو اضطرابات عصبيه او نفسيه او كده، فلازم نعالجها الاول. فاذا هذا المريض لازم نكشف عليه الاول، ولازم برضو نعمل تحليل بول وتحليل سائل منوي، ونقيم الحاله. ممكن يكون ليه علاج للسبب، وبعد كده هنشوف علاج للقذف السريع. لو هي القذف السريع ده اولي، يعني حاجه من البدايه وليس لها سبب اخر، العلاج ممكن يكون علاج ببعض التمرينات والتدريبات اللي احنا مش هينفع نقولها دلوقتي في التلفزيون، لكن في غير التدريبات والتمرينات ديت في ادويه. الادويه ديت كان زمان في ادويه بتتعطي لبعض الامراض العصبيه كمهدئات وحاجات زي كده، وتبين ان ليها اثار جانبيه تؤدي الى تاخير القذف، فكنا بنستعملها لفترات طويله. لكن هي طبعا عشان بتأثر الأعصاب فتدي بعض الأعراض الجانبية، النعس والتساؤب وحاجات زي كده. حديثا في أدوية اشتقوها من هذه المواد وبقت مخصصة فقط لتأخر القذف، لتأخر ما بتسببش بقى النوم أو الكسل أو حاجة، بتاعتها قليلة وما بتستمرش في الجسم لفترة طويلة. حتى لو ليها أثار جانبية بتبقى أثار جانبية موجودة لفترة قصيرة، غير الأدوية اللي كنا بنستعملها زمان الآثار الجانبية بتاعتها بتمتد لفترة. دكتور لو سنه كبير، هو طبعا مش قايل، بس لو سنه كبير الأدوية دي تناسبه عادي؟ لو هو بيعاني من مرض ولا حاجة تناسبه ولا هي تناسب؟ طبعا مفيش مشكلة، بس احنا لو هو سنه كبير والموضوع دوت جديد عليه، يبقى لازم نفكر ان ممكن يكون في سبب. سبب ان ندور عليه الأول ونعالجه قبل ما نفكر في علاج القذف السريع. اوكي.